بس في طرفة يا أخي. إيه. طرفة والله الحقيقة العجيبة. هذا واحد اسمه أبو سعود في حي الحزم اللي بين السويدي والشفاء، له استراحة ومتبرع بقطعة أرض جنبه مسجد، والقطعة الثانية الزميل له. أبو سعود هذا ما له أولاد ولا بنات ولا أحد. سبحان الله. شاف الطالبات يدرسون في ملحق مسجد فضاق صدره، جاء لزملائنا في مركز الجنوب في الشفاء وقال الأرض هذه أبى أشتريها تبنونه؟ قالوا نبنيها. تمي هبلة؟ لا يبي يشتري. إيه. اشتراها من زميله 810,000 يتسوى أكثر، بس زميله لما عرف وش يبي الهدف منها، الهدف منها نزل حقه. رحت استلم الشيك من أنا الوكيل الشرعي للجمعية. إيه. من أبو سعود هذا، هالرجل الطيب. 810,000. وأنا في الطريق مرينا على زميل لنا في عتيقة، احنا جايين من السليمانية. ايه. الموضوع قال ان امي تقول ان عندي مبلغ ودي احطه مشروع خيري. قلنا والله احنا رايحين نستلم ارض دار نسائية، خلى المبلغ اللي عنده يصير النواة. قال خير. يا ما مشينا لنا 5 دقائق يتصل علينا قال ترى وافقت 200,000، اعتمدوا 200,000. الله. من الوالدة؟ من الوالدة. وصلنا عند أبو سعود وجلسنا حنا وأنا والشيخ معي سلطان عبد الجبار ومعي مدير المركز الشيخ عبد الكريم الرويشد، وجاء أبو سعود هذا ومعه واحد ثاني معه الشيخ. قال هذا الشيخ لكن عندي شرطين. من اللي يقوله؟ أبو سعود. إيه. وش الشروط أبو سعود؟ قال أن يكون تحت إشراف هندسي. قلت هذه ميرمنتين منها، ما نحط بلكة اللي يجي الاستشاري ويستلم، ما هي بيوتنا ولا هذه يعني عمل مؤسسي، عمل مؤسسي وعمل بيجون الطلاب والطالبات يدرسون فيه لا سمح الله. الشرط الثاني أبو سعود قال تسمونه دار خديجة بنت خويلد. قلت والله عندنا الآن سياسة في الحقيقة تشكيل الأسماء ما تكرر، عاد اسمحوا لي بقول بكلامه هو توفي الله يغفر له ويرحمه بالبلدي، هو حوطي. ايه. قال ايش علي منك؟ ايش علي منكم؟ حط خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد هذه هي اللي ضافت لنا النبي اللهم صل عليه مو ضعيف. الله. والله يا جماعة والله العظيم اني اشوف الصدق يخرج، ما بسمعه اشوف الصدق يخرج. يا اخي من يكرم هالمرأة التي يقولها بالبلدي، يعني ما قالها بالضافة الرسول، ضافت لنا النبي اللهم صل عليه مو ضعيف. مو ضعيف. قالوا زود عندي لكم ابدوا هذه 200,000 من عنده. من عنده. الله. قبل أسبوعين هذا الكلام يمكن له 5-6 سنوات، قبل أسبوعين رحنا افتتحنا الدار النسائية جاهزة اللي خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد بدروم وفيه قاعة اجتماعات كبيرة وفيه مرافق، الدور الأرضي فصول وإدارة وغيره، الدور كذا الدور كذا 3 أدوار للطالبات. للطالبات. بقينا بالاستراحة اللي احنا جالسين فيها. ايه. زرته مرة ومرتين. المقاول قال أبي فلوس. الجمعية ما الجمعية لا جيت أنت شيخ عبد الله ولا أحد عنده يبي يبني دار. حنا نطلق يده ونقول رح اجمع أنت ضمن ضوابط الجمعية، يعني ما هو أي كلام. لكن المشرف قلنا له رح اجمع، يجمع أم تقصر النفقة شوي. المقاول يبي حقه أكل يوم، يبي المقاول يبي 400,000 حالة. جينا لأبو سعود ولا والله تعبان مرة يا أبو سعود نبي كذا. قال ما عندي. قلت لا لا عندك، سم ما عندك سلفني أنا بستلف منك. قال سم تبون؟ نبي 400. قال خلاص هذه 400 وبس، ترى ما عندي غيره. قلت ما احنا طالبين منك شيء. الله. إيه الله. إيه حريص عن طيب نفس. طيب نفس. المهم خلنا لنا يمكن سنة وكذا وبدأ التشطيب، والتشطيب تعرف يا أكل كثير يعني، والأسعار تتغير، البويات القزاز اللي ما أدري إيش. قالوا الشباب إن والله وقف المقاول يقول أبي الدفعات. إيه. رحت لأبو سعود مرة ثالثة. مرة ثالثة أبو سعود قال أبيك تعشى عندي الليلة. قلت أتعشى عندك. ويدخل يده هنا الجيب حقه من داخل ويطلع 500 ويعطيها العامل عنده وقال راح تجيب حاشي، لا تجيب دجاج بيكرمنا. إيه. هذا كرم والله، يجيب له ذا ونتعشى. قلت نبي
دفعة هذا ما عنديش تسلفني. قلت له الله يكرم. والله يا أخي قال خلاص الشاب اللي عنده مقيض الله له شاب أبر من له وولد له. هما لها ذرية ما له ذرية ولا زوجة سبحان الله أبداً. ولا أبداً. ولا زوجة ما تزوج ما أدري وش إيه بس ما عندها أحد عايش بالحالة عايش بالاستراحة وعنده عاملين وبيته ما أدري له بيت ولا لا هذا حد علمي الله. المهم أعطانا الـ 400 قال خلاص بكرة إن شاء الله تيجي تعطيك الشيك توديه للبنك تودعه بحساب 400 زود هذه الدفعة الثالثة وبعدين قال هالاستراحة اللي أنا فيها هي 930 في 30 إيه. يقول سامي بن خنين اللي عنده الولد الشاب ضريف قال تروح بكرة للبلدية وعظيم أعطيه وكالة وتقسمها قسمين قسم للدار نصفه والنصف الثاني للمسجد صار تبرع بها كلها في الأثناء هذه مات طبعا أفرغت للجمعية وأفرغت يبشر بالخير توفي الله يغفر له يرحمه وعلمنا بوفاته ورحنا نصلي عليه في مسجد الأمير فهد بن محمد اللي بطريق الحائر جنازة مشهودة والله حضر ناس ما كنا نتوقع أن نحضره لحاله قلنا نبي نروح نصلي نقبره بمقبرة الجنوب قالوا لا أنهم يودونه للحوطة ديرته يصلون عليه العصر في الحوطة جاتنا الأخبار نصلوا عليه وجو أهل الحوطة يعني كلهم يقول شيء عجيب وبدأ يقول طلعت بيوت تبكي لأنه كان هو الذي يصرف عليهم أنتم شهود الله في أرضي هذا أبو سعود